يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه 48 سنه عدوا على هذا اليوم العزيز والغالي، ذكرى عظيمه جدا غيرت مجريات الامور وغيرت موازين القوه واثبتت فشل الادعاءات كثيره بان احنا داخلين في خصومه مع طرف لا يقهر، واتضح في نهايه المطاف ان الجندي المصري هو الذي لا يقهر. هنتكلم في الفقره دي مع بطل من ابطالنا، بطل من ابطال حرب اكتوبر، وهو رياضي وكمان واحد من الابناء الاعزاء جدا للنادي الاهلي. بنرحب بضيفنا سياده اللواء سعيد بهلول، احد ابطال حرب اكتوبر. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ومصر طيبه يا رب والخير دايما. هي طيبه بافعال حضراتكم ومواقف حضراتكم وببطولات وتضحيات حضراتكم. يعني اسمح لي اتوجه لحضرتك بالشكر يعني نيابه عن كل يعني منسوب القوات المسلحه المصريه في الفتره اللي كانت عصيبه جدا اللي مرت علينا. كل سنه وحضرتك طيب ومنور الدنيا ومشرفنا بوجودك. استاذن سعادتك سياده اللواء، يعني نبتدي كده في البدايه نعرف المشاهدين حضرتك كنت في سلاح ايه، وكمان كيف استقبلت قرار الحرب؟ اولا انا بقول تحيه اعزاز وتقدير لصاحب قرار الحرب والسلام رحمه الله عليه، سياده الرئيس انور السادات. تحية تقدير لشهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن والذي محوا هزيمة 67. تحية وإعزاز لكل أبطال القوات المسلحة الذين في الخدمة الآن. تحية إعزاز وتقدير للذين ساهموا ورفعوا الروح المعنوية لدى الشعب بالتبرعات. وأنا يعني أحدد بالذكر السيدة أم كلثوم التي جابت مصر شرقها وغربها وبره مصر كمان، بره وخارج مصر وحفلات وكلام. فالناس دي لا يمكن احنا ننساهم طبعاً. ودايما نتذكرهم طبعا. انا اساسا سلاحي مدرعات، بس انا كنت منتدب في الشرطه العسكريه، كنت قائد سريه الشرطه العسكريه الفرقه 18. وطبعا لما جاء قرار الحرب احنا ما عرفناش قرار الحرب الا قبلها انا الساعه 12 الظهر يوم 6 اكتوبر. قبلها يعني قبلها بساعات بساعتين بالظبط. لكن كان هناك اعداد، كان في مشروع استراتيجي للقوات المسلحه بتعمله، فمن ضمن هذا المشروع اللي احنا ننقل اللواء الكباري. طبعا هو اللواء الكباري ده كان موجود في حته اسمها الخطاطبه وفي الاناضه الخيريه واماكن كلها مناطق خضراء اللي هي على النيل يعني. فبالتالي لما جاء الامر اللي هو يتنقل قبلها ب 72 ساعه كان في خطه الخداع الاستراتيجيه الكبيره طبعا. اللي هو نقلوه مش جابوه على طول مباشره من الخطاطبه او برباش او المناطق اللي هو موجود فيها، لا ده هو نزل جنوبا في اتجاه الفيوم بني سويف المنيا. يعني للدرجات يا سياده اللي هو كان في امعان في التمويه خداع يعني خداع يعني بحيث اللي هو حتى لو حد متتبع اللي هو الكباري ده هيروح فين ما فيش حد. لدرجه قبلها بثلاث ايام نقلوا من المناطق دي تحرك دخلوا لغايه الشرق لغايه الزقازيق. الزقازيق في المنطقه التمركز بتاعه في الصلحيه، ده كان يوم الخميس يوم 4 اكتوبر. انا كلفت ان احنا ندخل هذا اللواء في منطقه اسمها المنطقه الخلفيه للفرقه. كان قبليها طبعا وفقا لخطه الخداع كان عاملين اماكن حفر. طبعا ساتك الكباري دي العربيات بتاعه البراطيم عاليه طبعا 3 4 متر طبعاً. فكنا عاملين حوالي 50 60 حفره باعماق العربيات دي بحيث اللي هي تدخل فيها. نظمنا سيادتك الشرطه العسكريه نظمت دخول هذا اللي هو الكباري بطريقه برضه خداع. احنا عندنا في الانطاره في مثلث الانطاره في مثلث الانطاره ابو صوير ومثلث الانطاره القصاصين، فبرضه خطه الخداع قال لك لا احنا نضيء. طبعا الشرطه العسكريه كان عندها فوانيس بدائيه جدا كده بشعله بتنور في اتجاه الغرب العربيات وهي جايه، بحيث اللي هو طبعا الشرق كان هم اليهود على النقط اللي عندهم عاليه اعلى مننا. فاحنا طبعا نظمنا عمليه تنظيم الفوانيس دي على طول امتداد 25 كيلو. وقبلها قبل ما ندخل الصلحيه اخذت امر ان انا لا مش هدخل على المحور بتاع مثلث الانطاره ابو سوير، لا هدخل على محور مثلث الانطاره القصاصيه. شوف الخداع يعني وصل الخداع اللي انا حتى المحور ذات نفسه ما فيش حد يقدر يحدده الا قبليها يمكن بدقائق. ورحنا قمنا مغيرين المكان ودخلنا من هذا.
العربيات سواء بقى 50 عربية 6 يعني طول الرتل أكثر يمكن من 5-6 كيلو، مسافات بين العربيات 100 متر، العربيات ماشية على سرعة 5 كيلو. طبعا الكلام ده الساعة كام؟ بدأ من آخر ضوء لغاية لما دخلنا المنطقة الخلفية دي الساعة 1 بالليل. لما دخلنا في المنطقة الخلفية طبعا احنا عاملين الدخول من الخلف للأمام، فالعربيات لما دخلت ودخلت تمام كله، فقلنا لهم بقى ايه بقت الساعة 1-1:30، طب نطلع بقى شبكة التمويه ونفرشه. طبعا هم كانوا جايين من منطقة كلها شجر، فطلع الشبكة التمويه أخضر. فدي كان أكبر موقف بقى أنا يعني ما تتصورش قائد اللواء والناس اللي موجودة ازاي، طب ده احنا في صحراء، المنطقة دي كلها صحراوية واخبار ساتك، طب يعني حاولوا بقى بالكواريك واعملوا الكلام ده كله، وبعد ساعة همر عليكم تاني كده. فروحت كان ملجأ بتاعي قريب حوالي كيلو من المنطقة دي، احنا كنا في رمضان، فقلت الصحر وكده هو. طبعا احنا طبعا لما اخذ البيادة ما بتتقلعش من رجل طبعا على طول طبعا. وانا بصحر كده بعد ربع ساعة كده، فسمع صوت بره غريب، فبقول للولد الخدمة يا ابني في ايه؟ قال لي يا فندم ده في عاصفة، ده انا مش شايف ايديا. قلت له طب يا ابني جيب السواق وجيب العربية، كل الملابسات وكل الظروف ضدكم يعني. يعني شوف ساتك ازاي. فده يعني درس الواحد يقول كان ربنا واقف معانا لدرجه ايه. جبت العربيه وطلعت المدى ده حوالي ما فيش 200 متر انا ما شفتهوش، لدرجه انت ساتك رايح ال 50 واكثر من رايح ال 50. عقبال لما وصلت يعني المكان ده ما خدش فيه 3-4 دقائق، وصلت في 10 دقائق ما عرفتش المكان. فالعاصفه اللي ربنا بعتها وملائكه، انا قلت اول ملائكه هي اللي عملت التمويل، ملائكه من عند ربنا طبعا. انا ما كنتش اعرف لسه ولا حد يعرف قرار الحرب امتى، لكن انا قلت دي ظاهره، دي لا يمكن تحصل الا اذا كان هناك رضا تماما من ربنا على هذا الشعب، رضا يعني تام اللي هو ربنا عاوز يمحي الهزيمه ويحقق النصر. اول ما سمعت بقى سياده اللواء خلاص بخبر او تم اعلان داخليا يعني ان قرار الحرب صدر، اول حاجه حضرتك فكرت فيها ايه؟ وبرده يعني جدير بالذكر ان احنا بنتكلم على الفتره دي فتره الحرب، اولا اكيد زي ما كل الناس بتؤكد ان كان في فرق في التسليح بين جيشنا وبين جيش العدو. ناهيك بقى سيادتك عن الاشاعات اللي هم ملوها في العالم كله ان الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر، وان خط بارليف لوحده كفيل بان هو يعني يمنع اي عبور محتمل، واحنا بنتكلم على ان في اماكن معينه كانت الارتفاعات فيها ارتفاع الخط كان حوالي 22 متر، يعني بنتكلم في عماره 7-8 ادوار. يعني ساتك طبعا ده منظر النقط القويه اللي هي موجوده في خط بارليف. طبعا ما فيش حد صور، طبعا احنا شفنا الكلام ده على الطبيعه، بس يمكن مش عارف هتبقى واضحه قوي ولا مش قوي، بس يعني توضح الصوره. سامعينك يا سياده اللواء اتفضل. فالنقط القويه دي ساتك مبنيه على عمق 7 متر. الاول الاوض اللي معموله عباره عن اوض خرسانيه، وبعدين بعد كده كان في خط سكه الحديد اللي هو كان بيربط الانطره شرق بالعريش او بغزه، اخذوا الفلنكات بتاعه القطر وحطوها الاول على الخرسانه، ثم قضبان السكه الحديد قطعوها وحطوها فوق الفلنكات بارتفاع حوالي 2 متر. وبعد كده هو جابوا ساتك السلك حطوا فيه زلط مختلف يعني الاحجام بكميات طبعا كبيره برضه على نفس الارتفاع، وبعدين جابوا بعد كده رمل ساتك غطوا بيه هذه الاسلاك. فبقت النقطه ساتك لا يمكن ابدا اي حد يتصور كده، طب ازاي انت هتدخل فيها صحيح. او ازاي انت هتعبر حاجه صحيح. زي كده بهذه الخطوه، علما بان حاطين خلف كل نقطه في مصاطب على اشياء بدبابات على اساس في اي تدخل تدخل مواقعها وتقدر ايه تدمر اي قوات تقدر تحد. الفاصل بين كل نقطه والثانيه في برضه سريه دبابات مدعمه بحيث اللي هي تمنع تماما اي اختراق بالنسبه لهذه القوات. نمره 3 كان حاطين برضه في الفواصل النبالم. النبالم ده على القناه مباشره. يعني تصور بقى النبالم ده عباره عن انبوبه بتطلع ماده النبالم، يعني القناه لو اشتغل لا قدر الله هذا الكلام كانت القناه كلها هتبقى تشتعل. وحتى احسن خبراء في الاتحاد السوفيتي
قال عشان مصر تعبر لازم بقنبله ذريه، لازم عشان تعبر واخد بالك هتخسر 50%. احنا بقى بدل القنبله الذريه بخراطيم ضغط الميه بالظبط اسقطنا هذا الجدار العازل. طبعا خراطيم الميه دي فتحت لنا الثغرات طبعا، وبعدين بعد كده المهندسين العسكريين عملوا مجهود كبير جدا طبعا، وبعدين نزلوا مع العربيات اللي احنا جبناها بتاعت الكباري في الاول حاجه اسمها معديات، المعديه دي صغيره تركب فيها دبابه عبال لما كان يجهز مكان الكوبري، والدبابه بلانش دخلت وصلها وهكذا لغايه لما جهز الكوبري في حوالي 3 ساعات 4 ساعات بدا الكوبري بعد كده يشتغل وقدر القوات تقدر تعدي. الاراده بقى يا فندم وبعدين النهارده ما تتصورش يعني اللحظه انا كنت موجود على النقطه 48 اللي هي بتاعه العبور دي منظر الناس كل واحد ستك اول ما نزلت الزوارق اللي هي قدام فيها الافراد روح المعنويه واخبار عاوز يعدي الناحيه وده السابق ده وده السابق، وبعدين الحبال ستك تطلع ال 10 20 متر ستك فوق الرمل وتعدي الناحيه الثانيه وتاخد موقع. لا وشايلين معدات تقيله ومدافع وحاجه يعني حاجه فوق طاقه البشر يعني ال 100 10 او 11 120 كيلو والراجل طالع بقوته. لا مش 120 كيلو وماشي فيهم بسلام، ده طالع على مطلع وارض غرز واخبار ستك وينزل. لا هو كان هناك ستك الروح المعنويه بالنسبه للجيش وبالنسبه للقوات اللي بتحارب عاوزه نطهر هذه الارض. ما تصورش النهارده كان بيجوا يا فندم ايام يوم السبت يجوا البنات والستات في حته في الانطره شرق في حته واخد بالك ستك كده ارض ضحله فيها ميه وينزلوا الستات والبنات ستك حاجه يعني منظر طبعا الجيش استفزاز استفزاز جدا واخد بالك ستك طبعا. كان الناس عاوزه مش ننتقم، لا عاوزين نرد الحق بتاعنا اللي سلب مننا بدون ارادتنا. الرغبه العارمه دي كانت قاسم مشترك عند كل من هو عسكري ومدني كمان، لان الشعب كله كان متجيش انجاز التعبير اكيد مش كده برضه؟ لا اكيد طبعا يعني مصر كانت محتقنه كانت ملتهبه اكيد. التعاون انا اقول لسيادتك بس صوره بسيطه للالتحام بتاع الشعب الفلاحين اللي موجودين سيادتك في المنطقه بتاعت في المنطقه اللي كنا فيها منطقه البلاح ومنطقه الانطره غرب، كنا في الانطره غرب الفلاحين والفلاحات يوم ما دخلنا الحرب الساعة 3 4 كانوا خبزين لنا عيش عيش سيادتك وجايين يقدموه سيادتك الناس دي بالمشنة فلاحة لينا للقوات اللي هي دخلت حرب. يعني تصور يعني مش همها حاجة واخد سيادتك والضرب والأنابل والطيارات والكلام ده كله والناس داخلة واخد بالك روح المعنوية لا وحتى الناس اللي كانت بعيدة عن الجبهة بقيت مواطنين الشعب المصري طب حملات تبرع بالدم سيدات مصر الفضليات لما كل ست تروح تتبرع بحتتين الصيغة اللي تملكها طبعا حاجه عظيمه. ما هي دي مصر طبعا، هي دي مصر وهي دي دايما. الروح الاستثنائيه دي مش بتظهر عندنا يا ست اللي هو غير في اوقات المحن. والله يا فندم هو المحن حقيقه بتبين معدن الرجال، وبالتالي سيادتك النهارده يعني لما تحط انسان في محنه لكن هو الشعب المصري في اي وقت قادر اللي هو بارادته وقدرته وايمانه بالله وايمانه بالدوله وبالسياسه ورئيسها اكيد 100% هيحقق كل الانجازات اللي ربنا حاططها. هستاذن سيادتك سياده اللواء بس ناخد على التليفون سياده اللواء دكتور ايهاب احمد النحاس احد ابطال حرب اكتوبر المجيده واحد ابناء النادي الاهلي. يا دكتور صباح الفل على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. صباح النور يا كريم، صباح النور. سعداء بوجود حضرتك معانا، والحقيقه النهارده اكيد هو بالنسبه لكل المصريين يوم استثنائي، امال بالنسبه لحضراتكم عامل ازاي؟ خلينا نعرف منك سياده اللواء يعني هذه الذكرى العطرة، يعني لما حتى التاريخ بيقرب من 6 أكتوبر، إيه الذكريات اللي حضرتك بتفتكرها؟ لا ذكريات جميلة وذكريات عظيمة وذكريات نفتخر بيها إحنا كجيل والمفروض إن الأجيال اللي بعدينا تفتخر بيها طبعًا كمان. طبعًا طبعًا. المفروض. يعني وقت استثنائي مر على حضراتكم ومعانا طبعًا منورة سيادة اللواء سعيد بهلول، يعني بنتكلم معاه برضه عن الفترة دي كل واحد بمنظوره يعني. سعيد بهلول إحنا اشتغلنا مع بعض في التدريس. أهلًا بيك يا فندم. سعداء بوجودك معانا سيادة اللواء. كنت بكلم حضرتك عن أو كنا بنتكلم من شوية عن إيه الروح الاستثنائية دي اللي اتوجدت في المصريين مدنيين وعسكريين في فترة كانت من أصعب
الفترات اللي مرت علينا في تاريخ مصر المعاصر. دي حقيقة فعلا، بس كانت دي الحالة العامة اللي موجودة عليها مصر، كانت حالة فيها الكثير من الوطنية، الكثير من حب الوطن، الكثير من الإيثار الذاتي، الكثير من الرغبة في تحقيق الانتصار، الرغبة في تحقيق الانتصار. كان طبعا انت بترجعني المنطقة قديمة شوية، يعني سنة 73 انا بفتكر يوم 6 اكتوبر الساعة 2 وبفتكر الطلعة الجوية وبفتكر القصف بتاع المدفعية وبفتكر انا كنت في سلاح الحرب الالكترونية بالتحديد، وسلاح الحرب الالكترونية منوط لي التصنت على الاجهزة واعاقة الاجهزة اللاسلكية او الرادارية للجانب الاخر. يعني اقدر اقول ان كانت لحظات، طبعا كانت لحظات فيها فخر وفيها عزة وفيها قوة وفيها كلام كتير، الحياة مشاعر كتير، مشاعر متداخلة. وانا سامعك دلوقتي بتقول ان مصر كلها، وفعلا ده حقيقة، مصر كلها كانت متداخلة في الموضوع وكانت بتؤازر الموضوع لتحقيق الانتصار. وقد كان الحمد لله رب العالمين، وغيرنا مجريات التاريخ الحقيقة بهذا الانتصار. حضرتك يعني نورتنا وأسعدتنا بوجودك معنا، كل الشكر لحضرتك، كل سنة وانت طيب سيادة اللواء دكتور إيهاب. الله يخليك، إيهاب النحاس، الله يخليك، نورت الدنيا فندم، أهلا بحضرتك. ده احنا اللي بنشكر سعادتك. عودة بقى عايزين نرجع فندم سيادة اللواء بعد إذنك، احنا يعني بنتكلم ساعات كتير عن الجبهة واللي حصل على الجبهة وعن تفاصيل روح المقاتل المصري والإنجازات والعمليات اللي الفدائية والاستشهادية والانتحارية، نسميها زي ما نسميها. احنا بنتكلم على أحداث وعلى معارك بتدرس إلى يومنا هذا في كافة معاهد وأكاديميات العالم العسكرية، ده على صعيد الجبهة والقتال. على الصعيد المدني بقى، البيوت المصرية كانت عاملة ازاي؟ الشارع المصري وقتها كان عامل ازاي؟ برضو كان للذكر برضو اللي كان في وزارة الشؤون المعنوية عاملة حملات من المواطنين، ناس يعني اقول مش على قد حالهم، كانوا بيجونا الجبهة معاهم هدايا تذكارية. يعني مثلا كان عندنا في كفر الدوار او في المحلة او في مصر كانوا يجيبوا هدايا تذكارية بسيطة فوطة لرفع الروح المعنوية. يعني ما تتصورش لما كانوا يروحوا للجنود ويقعدوا معاهم، ما تتصورش قد ايه يعني الروح المعنوية. يعني دول سايبين بيوتهم وعلى مسافات قد كده وجاينا لغايه مثلا الانطاره او في السويس او هنا وهنا، فطبعا دي بتدي نوع من الإحاء. اذا كان الشعب ده اللي احنا منه، ما هو ما الضابط ده او العسكري منين؟ ما هو من الشعب ده. فبالتالي اذا كان الناس دي عملت هذا الكلام، فانا اللي انا دلوقتي ليا ضريبه اللي انا بدفعها، اللي انا دافع عن هذا الوطن، ما بقاش النهارده مخلص في ادائي وتدريبي واعدادي بحيث ان انا احقق النصر لهذا البلد ولهؤلاء اللي هم اخواتي او ابائي طبعا او جيراني. فبالتالي كان في النخوه، كان في نوع من النخوه بالنسبه للعسكري او الضابط المصري طبعا. اللي هو ما تصورش يعني بعد 67 انا افتكر لما كنا بننزل ستك كان الناس بتبص لنا نظره يعني حقيقه نظره فيها بالنسبه لنا كان انكسار. انتوا اللي هزمتوا البلد، انتوا اللي عملتوا، انتوا الكلام. واحنا اساسا ما هو هذا الجيش ده اللي هو بعد 5 سنين حارب هو نفس الجيش ونفس القادة ونفس الضباط وبأسلحة قديمة وبلساتك يعني ما فيش مقارنة بينها وبين الأسلحة اللي موجودة عند العدو، واستطعنا إن احنا نحقق النصر. وبالتالي لما الناس حققنا النصر كانت روح الشعب واستقبالهم لينا طبعا حاجة خرافية، لأنه حسوا إن احنا محينا أثر الهزيمة وأثر هذا يعني الروح الانهزامية اللي كانت موجودة عند الشعب بالكامل في فترة حرب الاستنزاف والفترة من 67 ل 73، سبحان الله اللي يعني الوضع اتقلب 180 درجة بالظبط بعد 6 أكتوبر. بالظبط بالظبط، لأن هم حسوا إن هذا الجيش الظلم واللي احنا يعني كتب علينا القتال غصب عننا أو رغم عننا. والنهاردة هم اليهود في 67 ما هزموناش، ده احنا لو احنا قعدنا في مواقع بس دفاعية في سيناء ما كانوش قدروا يدخلوا. ولكن النهاردة طبعا الضربة الجوية وقرار الانسحاب ما كانش مخطط، هو في الحرب في قرار اسمه الانسحاب بس يبقى منظم مخطط القوات دي ترجع ازاي. لكن احنا مش بشكل عشوائي. لكن انا كنت في حتة اسمها الأسيمة، انا لما رجعت كنت قائد السرية، لما رجعت من السرية حوالي 10-12 عربية رجعت حوالي 350 كيلو عشان ترجعهم
ترجع تاني على القناة. طبعا الطيران بيضربك اول ما كان يجي الطيران فندم العساكر وقفوا العربية وانتشروا. نطلع بقى اللي يستشهد اللي يحصل ندفنه ونطلع ونكمل لغاية ما وصلت ممر مثلة. ممر مثلة ربنا ما يوريك يوم 7 ويوم 8 لا يمكن ابدا مهما الافلام والصور لا يمكن ابدا حقيقة مولعة مسدود من قدامه ومن ورا لان هم ضربوا الممر ما فيش الا خرم ابر يقدر يعدي منه. فبقى خلاص القوات بقت عشان تعدي صعبه تطلع من على الجبل او تنزل. فهنا كانت يعني اكتر حاجه حزنتنا اللي احنا معداتنا قدامنا مش عارفين نستخدمها طبعا. مش عارفين نستخدمها نتيجه لايه؟ نتيجه لسوء. معلش انا بتكلم هذا الكلام كضابط حضرت هذه الحرب كنت برتبه رائد اللي انا حسيت بكيت الناس اللي بتتدمر واللي بتموت والكلام ليه النهارده الناس اللي تموت ليه غصب عنها وهي عاوزه تحارب وعاوزه تقاتل. وكان قرار انسحاب انا من وجهه نظري كان قرار غير صائب. الروح القتاليه ست اللواء او العقيده القتاليه عند الجيوش النظاميه بشكلها المتعارف عليه هل بتبقى واحده ولا بيكون في مساحه لفروقات فرديه؟ لان انا شخصيا شايف ان اكيد في مساحه لكده بدليل اللي عمله الجندي والمقاتل المصري. فكره ان البني ادم بكامل ارادته وهو في كامل قواه العقليه وبمنتهى الاصرار والعزيمه يتحول الى لغم بشري. مش كل الجيوش عندها العقيده القتاليه دي بتهيألي ولا ايه؟ هو طبعا انا اول حاجه يعني انا بقول عليها الايمان بالقضيه، الايمان بان انت بتدافع عن ارضك طبعا. الايمان ان انت بتدافع عن عرضك، الايمان بان هذه البلد اللي تم اغتصابها من هؤلاء اليهود الاسرائيليين اغتصبوها غصب عننا ورغم عن ارادتنا. فبالتالي كان هذه العقيده اللي هي تولدت في نفوس الضباط والصف الضباط والعساكر عاوزين اللي هم يمحوا هذه الهزيمه ويمحوا هذا العار، لان هذا العار ما هو لاولادي وبناتي وكل ده الاجيال اللي جايه هتذكرنا انتوا عملتوا ايه وانتوا العار. وبعدين كان القوات المسلحه قعدوا حوالي 5 سنين أو 6 سنين ما بيخرجوش من الخدمه، فاصبحت القوات مطعمه بقى النهارده كل واحد كانه متطوع اصبح عنده خلاص بيصحى الصبحيه التدريب بعد الظهر التدريب. وبعدين كان في عندنا ستك، انا كنت في اللواء 15 مدرع كان عندنا ستك مهام معينه للدبابات عندنا كل كتيبه وكل سريه كان بيطلع منها حاجه اسمها دبابات سنايبر تطلع على النقط القويه تطلع على النقط القويه في المزاغل ايام حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي حرب عظيمه جدا يعني شهدت بطولات صحيح. وشهدت ستك انجازات يمكن التاريخ لغايه النهارده ما كتبش عنها، لكن النهارده عشان النهارده كتيبه تدخل ستك لعمق 30 40 كيلو عشان تقصر النهارده حد من الاسرائيليين او تدمر او تجيب حاجه زي كده. طبعا دي حاجات ستك يعني يمكن لسه ما ذكرتش لكن طبعا ده عايزه حلقات وحلقات لوحدها يعني احنا بنجدد التهنئه لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب نصر مجيد وذكرى عظيمه وحضرتك مش بتشهد النصر ده كمجرد مواطن مصري عادي، حضرتك كنت طرف رئيسي في صناعه هذا النصر. جزيل الشكر لحضرتك ونورت الدنيا كلها. كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك كلهم بخير. انا شاكر طبعا فضلك، لكن انا لازم اذكر في هذا الموقف سيدات الضباط وضباط الصف اللي هم سيادتك تحملوا المسؤوليه طبعا. المسؤوليه خلال الست سنين دول كامله، انا كنت بنزل كل 3 أشهر وهم كان الراجل والست وكلام. فتحيه تقدير واعزاز صحيح. لكل ست مصريه كان ليها ضابط او ابن أو قريب أو زوج أو أخ طبعاً. فتحية تقدير وإعزاز اليوم كله. جزيل الشكر سيادتك كان معانا ومنورنا سيادة اللواء سعيد بهلول أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل.